أبي أتكلم عن تجربتي في المعهد الأمريكي العالمي. في البداية كنت مترددة بالاشتراك والتسجيل معهم بحكم أنه المحاضرات أونلاين، فحسيت أنه هذا الشيء راح يصعب مهمة التعليم بالنسبة لي، لكن اكتشفت أنه الدروس في بدايتها كانت سلسة ومرنة، كانت يعتمدون على المحاضرات المصورة بالإضافة إلى إرسال نسخ من الدروس على الخاص وتسجيل المحاضرة كاملة سواء المحاضرة الأساسية أو المحاضرة المسجلة. حبيت كثير طريقة المعلمين، جدا متفهمين، جدا صبورين، للأمانة بالهم طويل جدا. يعني أنا لاحظت يعني في البداية كان في طلاب لسه مبتدئين، ولكن كانوا المعلمين يتعاملون معهم بطولة بال وصبر. من ناحيتي أنا كانت عندي مشكلة في الليسنينج، وكنت أعرف الكلمات لكن ما أقدر أعبر عن نفسي أو أقدر يعني أعبر عن موضوع كامل. لي الآن معهم تقريبا 4 أشهر تغيرت مهاراتي كثير، مهارة الاستماع جدا أصبحت أفضل من السابق. الآن أقدر أسمع أو أفهم الشخص المتحدث معي سواء في المطاعم أو الأشخاص اللي يتكلمون باللغة الإنجليزية. برضو أصبحت أستخدم مفردات كثيرة ومصطلحات، أصبحت أني أقدر أكون جمل وأقدر أربط موضوع واضح أقدر أتناقش فيه. للأمانة هذا كثير حفزني أني أكمل أكثر من كذا وأوصل معاهم لمستويات جدا متقدمة. كل الشكر لهم للأمانة، وأتمنى لهم التوفيق.